طيب، ولكن هذه هي النقطة الأهم، أن ربما مزاجية الشعب الأوكراني تتغير ويقول فلنذهب الآن، كما يحدث الآن في إسرائيل. الشعب ودولة الاحتلال الإسرائيلية، الشعب الموجود لديها يقول يجب أن نذهب إلى صفقة أسرى لأنهم يئسوا. الشعب الأوكراني من الممكن أن يذهب إلى نفس الفكرة، حتى ولو تنازلنا عن بعض الأراضي من أجل إنهاء هذه الحرب التي جاءت بالويلات عليهم. أنا طبعا أسأل السؤال، هو مقارنة غير موفقة. دكتور هناك خليل، أن إسرائيل هذا هي الخيار دولة بالأساس، محتلة ترتكب عمليات إبادة في حق أهالينا في غزة. أوكرانيا أيضا دولة محتلة، دولة تقع تحت الاحتلال، جزء من أراضي تحت الاحتلال الروسي، وهي تدافع عن أراضيها. لذلك كنت أود أن تقارن بين المقاومة في غزة والجيش الأوكراني، يعني الشعب في غزة والشعب الأوكراني. لا أعتقد أن مزاج الشعب الأوكراني يمكن أن يتغير. القضية هي بالنسبة للشعب الأوكراني أصبحت قضية وجودية، ويعلم معظم وأغلبية الشعب الأوكراني أن هناك منهجية لإزالة الفكر أو فكرة الأمة الأوكرانية، وهذا كانت تعمل عليه روسيا منذ سنوات كبيرة، حتى من أيام الإمبراطورية الروسية. ودعني أنوه إلى نقطة أساسية أيضا، أن الانتماء الوطني الأوكراني عند الشعب الأوكراني أقوى من الانتماء الطائفي الديني. نعلم أن الجزء الأكبر من الشعب الأوكراني هو من الطائفة الأرثوذكسية، وهي كانت سابقا تتبع للكنيسة الروسية. لم يكن هناك تعاطف من الناحية الطائفية، وإنما كان الحس الوطني هو الغالب بالنسبة لانتماء الشعب الأوكراني. لذلك بالنسبة للشعب الأوكراني هذه حرب وجودية، ويعلم ذلك الكبير والصغير. ولذلك لا نرى أي مثلا اعتراضات من داخل الشعب، أو حتى مظاهرات أو تجمعات، أو حتى على الإعلام استنكار، أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي هناك مطالبة بالتنازل عن الأراضي. لأن هناك الفكرة أن إذا تنازلنا الآن فأين تذهب هذه التضحيات التي قدمناها؟ ويعلم أيضا أن الشعب الأوكراني من خلال تجربته مع روسيا عام 2014، عندما لم يكن هناك طبعا جيش قوي يمكن أن يتصدى إلى روسيا باحتلال القرم، لم تكتفي روسيا باحتلال القرم، جاءت إلى الدونباس و جمعت القوى وقامت من سنة وسنتين ونصف بهذه الحرب الشاملة. لذلك ليست هناك ثقة ما بين ليس فقط الحكومة، وإنما الشعب الأوكراني بالحكومة الروسية. رغم أعتقد أن الشعب الأوكراني ما زال متمسكا بأن تربطه بالشعب الروسي علاقات أشقة وعلاقات قديمة، ويطمح إلى عودة هذه العلاقات، وخاصة أن هناك أسر كثيرة من الطرفين مندمجة من الأوكران ومن الروس. لذلك بعد هذه التضحيات لا أظن أن هناك أوكراني يمكن أن يفكر بالتنازل عن أراضي عن مقابل السلام وفق خطة بوتين. أنا بالأساس لم أكن أقارن ما بين دولة ودولة، أنا كنت أقارن بين الحالة التي فيها نوع من أنواع اليأس من الحرب، أو محاولة الذهاب إلى صفقة من أجل إنهاء هذه الحرب. ولكن دعني أذهب إلى بعد آخر في التعامل، البعد الأوروبي. إذا لم يكن الأوكرانيين منهكين من هذه الحرب ومستمرين، لأنهم يروا أنها حرب وجودية، البعد الأوروبي الآن كيف تحلل الموقف الأوروبي؟ إذا ما خرج يعني نايجل فراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني، وهو من أحد أساس البريطانيين الكبيرين، بدأ يتهم أوروبا نفسها بأنها من قامت هذه الحرب وليس روسيا من أقامت بهذه الحرب. على الصعيد الآخر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أو رئيس بالفعل رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البفاري في البرلمان الألماني بوندستاغ، طالب بعودة اللاجئين الأوكرانيين الذين لا يعملون أو لا يريدون الانخراط في سوق العمل، وحتى الذين يعملون يجب أن يجلسوا بشكل يعني فيه قيود ما، لأن هناك سنتين مرت، وهناك حجة أن الغرب الأوكراني ما زال آمنا. هل هذا تغير في المزاجية الأوروبية في التعامل مع الأوكران؟
حقيقة هذا يمكن وضعه تحت بند الصعود الشعبوية في كافة أوروبا، وهنا تلعب موضوع الشعوبية، أيضا تلعب عليه البروباغاندا الروسية في تنمية هذا الشعور في بعض الأحزاب. أولا يعني بالنسبة لتصريحات الحزب المسيحي الاجتماعي، هنا ننوه أن أغلب الأوكران موجودين هم لديهم تعليم عالي أو شهادات عالية، وبالتالي أن يجدوا عملا في اختصاصهم هذا يتطلب إتقان كبير أو إلى مستوى عالي من اللغة الألمانية، وهذا يتطلب وقت. أما بالنسبة بدون شهادات أو بأصحاب مهن، فهو أغلبهم الآن يعملون في السوق الأوكرانية. وبالتالي هذا الحديث عن عليه العودة، هناك طبعا لم نسمع هذا الحديث، هناك لاجئون من 10 سنوات وأكثر في ألمانيا ولا يعملوا، ولم نسمع مثل هذا، وبلدانهم جزء من بلدانهم هي بالأساس آمنة كانت، لذلك لم نسمع مثل هذا الطرح. هذا يدل على أن هناك بروباغاندا روسية تحاول أن تحرك الأحزاب الشعبوية ضمن هذا المجال. هناك أيضا أن بالنسبة للوضع الأوكراني في أوروبا بشكل عام وفي ألمانيا بشكل خاص، هو تحت بند الحماية المؤقتة وليس تحت بند اللاجئين، وهذا لا ينطبق عليه بالقوانين أنه إلزام في العمل، لأنه في حماية مؤقتة، وبالتالي عند نهاية الحرب يمكن عليه الرجوع فورا، ولا يعني وأقولها ولا أوكراني مبسوط ويعني مرتاح في سواء في أوروبا أو في ألمانيا، وعند انتهاء الحرب الجميع سنعود إلى أوكرانيا، ولا شيء سيمنعنا أن نبقى في دول أوروبا. لذلك هذا الحديث هو من باب الشعبوية والضغط على الحكومة، ورأينا طبعا سواء رد حزب الألمان الخضر أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول هذه التصريحات، وحتى من طلب منهم بإلغاء كلمة المسيحي الاجتماعي، لأن كلمة المسيحي لأنه هذا لا يتفق مع الفكر المسيحي في عند هذه الأحزاب. لذلك هذه مجرد صرخة ممكن أن تكون بالضغط أيضا باتجاه تحرك بعض الأحزاب اليمينية والضغط على الحكومة أو دكتور خليل، المستشار دكتور لممكن خليل، الذهاب الحالة اليمينية ليست فقط في ألمانيا،